أستاذة عميدة كلية العلوم البيولوجية، هذه الكلية بالأرقام، عدد الطلبة، عدد المقاعد البيولوجية، الأساتذة، تفضلي. شكرا على الاستضافة. كلية العلوم البيولوجية لجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا فيها 13,000 طالب من مختلف الأطوار، يأطرهم 240 أستاذ من مختلف الرتب، ومن بينهم الأغلبية أساتذة باحثين. وضمن هذه الكلية هنالك 4 أقسام، تقترح هي كذلك مسار تكويني في طوري الليسانس والماستر كذلك بمجموعة من التخصصات. أكدي لي رقم من فضلك أستاذة. عندنا ثلاث أقسام فيها 5 تخصصات، من بينها الإيدروبيولوجي ماريني كونتيننتال، يعني المائيات البحرية والقارية. عندنا الإيكولوجي انفيرونمون، هي علم البيئة والمحيط. عندنا لي سيونس اليمونتير، يعني علوم التغذية، والبيوتكنولوجيا، وأخيرا العلوم البيولوجيا، يعني لي سيونس بيولوجيك. البيولوجيا تخصص واسع متخصص واسع. وفي داخل هذه التخصصات عندنا تخصصات كذلك تنقسم الى فروع وتخصصات أخرى. الطالب عندما يتحصل على شهادة البكالوريا يسجل في جذع مشترك أو يسجل مباشرة في قسم من هذه الأقسام؟ لا، عندنا جذع مشترك لسنة أولى اللي هو الـ SNV، وثم في آخر السنة الأولى فهو يوجه، يقوم الإدارة حسب النقاط تاعو، حسب الإرادة تاعو، تقوم بتوجيه الطالب في هذه التخصصات اللي ذكرتهم من قبل. هذه الأقسام تقصدي؟ هذه الأقسام. نعم. في طور الليسانس فيه تخصصات، في طور الماستر كذلك فيه كذلك تخصصات. عندنا في طور الليسانس عندنا تخصصات، في طور مثلا في أواخر السنة الثانية سيوجه الطالب مرة ثانية لتكون التخصص يكون دقيق. نعم. حسب دائما طلب حسب الطالب، إرادة الطالب، وحسب كذلك نأخذ بعين الاعتبار النقاط اللي تحصل عليها. في عندما يتحصل على شهادة الليسانس، فبعد ما يسجل في الماستر، هناك كذلك تخصصات جديدة في الماستر. نعم.